على كل المشاهدين، ده ميعاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حيث عقد لقاء أخويا مع نظيره الإماراتي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة. وأضاف المتحدث أنه عقب انتهاء المباحثات حرص الرئيس السيسي على توديع أخيه الشيخ محمد بن زايد من مطار القاهرة الدولي. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع. وأعلنت أيضا مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32,142، أغلبهم من الأطفال والنساء. كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 74,412، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن الحرب في غزة وفقا ما أعلنت الحكومة. وجاء في بيان أن جالانت سيجتمع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جاك ساليفان ومسؤولين كبار. وأضاف البيان أن الطرفين سيناقشان تطورات الحرب والجهود المبذولة لإعادة المحتجزين والجهود الإنسانية والإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار الإقليمي. شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في تونس والنمسا والدنمارك وإيطاليا والسويد وألمانيا وبريطانيا وهولندا دعما للشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. أفادت وكالة فرانس بريس بوقوع قصف إسرائيلي على مبنى من طابقين قرب مدينة بعلبك في شرق لبنان. وأضافت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي أطلق 5 صواريخ على مبنى سكني مكون من طابقين في بلدة العسيرة في بعلبك، لافتة إلى أن هذه الضربة هي الثالثة على المنطقة البعيدة عن الحدود مع إسرائيل خلال نحو 6 أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت روسيا تصديها لهجوم بعشرة صواريخ أوكرانية استهدف مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وأضاف حاكم المدينة أن طفلا وامرأة أصيبا بجروح نتيجة شظايا الصواريخ المتساقطة التي ألحقت أيضا أضرارا بعدد من المباني السكنية. قالت أدريانا واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن تنظيم داعش الإرهابي يتحمل بمفرده المسؤولية عن الهجوم بالقرب من موسكو، لافتة إلى أن أوكرانيا غير ضالعة في الهجوم. وذكرت واتسون في بيان أن الحكومة الأمريكية شاركت في وقت مبكر هذا الشهر معلومات مع روسيا عن هجوم مزمع في موسكو، وأصدرت أيضا نصائح عامة للأمريكيين في روسيا في 7 مارس. لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم بسبب عاصفة عنيفة ضربت جنوب شرق البرازيل ولا سيما المنطقة الجبلية في ولاية ريو دي جانيرو. وأكدت حكومة ولاية ريو مقتل 4 أشخاص في انهيار منزل ومبنى صغير
في بطروبوليس، وحذر حاكم المنطقة كلاوديو كاسترو من أن الوضع حرج بسبب الأمطار الغزيرة وفيضان أحد الأنهار. ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.